ليه انت اصلا انه شو عم تفرجينا غير جسمك وبطريقه رخيصه؟ اول شيء مين مريم كريم؟ استحوميته قلت لهم ما بتوقع انه بهيك برامج لازم اتعرض لهالمواقف السياسيه. يعب الشوم عليكم. تقدم لي العلم السعودي ورفضت احمله انا. انا ما بقبل استضيف حيلا صحافه. مين انتو يا صحافه؟ رفعت العلم السعودي وما رفعت العلم السعودي. انتو احقر من مريم كريم. ايوه عم بعمل سيلفي كنت. حبيبي يا عيني لو نويت تنسى اللي فات. عالبكلي مع نسرين زواهرة، ليلة 9:30 المساء على الجديد